أعزائي المشاهدين، ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. طبعاً الحلقة دي والحلقة اللي بعديها مفاجآت من مفاجآت برنامج الطاقم سبورت. معانا يعني اتنين مشجعات من النادي الأهلي ونادي الزمالك، وهم دول السبب في الاحتقان والتعصب اللي احنا فيه كله. فطبعاً في البداية برحب ببرنا السيسي، أحد مشجعي نادي الزمالك المتعصبين جداً، برحب بيكي. ومعانا مها ضاحي، طبعاً أحد المتعصبين للنادي الأهلي، طبعاً بنرحب بيكي. وحرام عليكم والله، ليه عاملين في الناس كل ده؟ ليه ده احنا مش متعصبين خالص على فكره. ما ايه اسالوا الناس عني يا جماعه. ايه الطقوس اللي بتعيشها مع العيله اثناء المباراه وقبل المباراه؟ الطقوس اللي بعيشها؟ لا احنا بيت اهلاوي كله، ما عنديش احتقان في البيت. جميل. صحابي بقى. ما انت شايف ايه السبب في التعصب اللي انتوا عاملينه على السوشيال ميديا ده؟ السبب ممكن بيرجع للتربيه. زمان كان الارترس ما تلاقيش تعصب، وما كنتش تلاقي ناس بتموت ولا بتحرق ولا المناظر البشعه اللي احنا بنشوفها دلوقتي دي نهائي. انا شايفه ان التعصب كرهنا ببعض وزود الفساد وزود الاحتقان حتى بين الازواج. هي في الاول في اخر رياضه، أنا يعني ممكن اسمع كده ان واحد طلق مراته علشان احنا بنتفرج، عشان هي زملكاويه مثلا هو اهلاوي. يعني احنا بنتفرج على الدوريات الاوروبيه، احنا بنشوف الانديه بعد المباراه بيسقفوا لبعض وبيحيوا بعض، احنا مش عارفين احنا بنعمل كده. علشان هم اتربوا على سياسه معينه، اتربوا على سياسه الروح الرياضيه دي. طب احنا زمان كان جمهور الاهلي والزمالك بيقعدوا مع بعض عادي في المدرجات. احنا بنقعد مع بعض عادي في المدرجات في الملعب عادي. بنقعد مع بعض عادي، بس هو ممكن ايه، في ناس بتبقى في حاجه ايه زي المشاغبه كده بينهم وبين بعض. بس انا مش ضد دي، مش ضد المشاغبه اللي هي الايه الخفيفه دي. انما التعصب بقى ممكن يوصل لقتل، واحد يقتل مراته او ابنه، واحنا طبعا شفنا الحاجات دي كتير. إيه دي علشان مثلا ايه كان فرحان ان الاهلي جاب جون في الزمالك مثلا، فراح ضارب ابنه مش عارفه بايه فمات ابنه، بس ده مفهوم او طلق خاطئ. مراته، بس ده مفهوم خاطئ. ما هو ده بقى يرجع بقى ده يرجع مرنا، ليه التعصب اللي على السوشيال ميديا وانت يعني احد الناس المتعصبين على السوشيال ميديا وجروبات النادي الزمالك ويعني مسيطره بشكل كبير؟ اولا هو دلوقتي التعصب معروف، بس التعصب الزياده عن اللزوم ملوش لازمه. يعني اتعصب اغيظ اللي حواليا، اتخانق معاها، بس كل ده بهزار. احنا عندنا اللعيبه بتاعه الاهلي، لعيبه الزمالك، ما هم مع بعض في المنتخب واصحابه بيحبوا بعض. لكن احنا دلوقتي حاليا الجمهور ده كسب ده خسر، لازم يحفلوا يعني على بعض. هل السوشيال ميديا اثر على الموضوع ده بالسلب؟ طبعا جدا. طبعاً. الموضوع زوده بزياده التعصب، زائد ان في ناس دخلت في الارترس زي ما هي قالت، زودوا الكلام ده. في ناس، مش كل الناس كده طبعا، بس في ناس عندها التعصب ده زياده عن اللزوم. انت متعصبه ولا مش متعصبه؟ صراحه متعصبه كل عربي. بس هل التعصب عندك ايه وصلك ان انت ممكن تضربي او تاذي لا حد؟ لا طبعا انا ممكن. يعني انت في لقاءات الاهلي والزمالك اكيد مع بعض بتقعدوا من الجماهير على كافيه او ايا كان، وبتقعدوا تتفرجوا مع بعض وكله حب وروح رياضيه، هل في حد فيكم بيتطول على التاني؟ لا طبعا انا ممكن اهزر مع اصحابي، ارخم عليهم كده، لكن ان انا اتعصب بيوصل لاهانه او ضرب او كلام من ده، لا طبعا انا ضد كل ده. طبعا. هتعملي ايه لو النادي الاهلي فاز بكره ان شاء الله؟ ايه اول حاجه هتعمليها؟ هنزل اغنيه. هنزل اغنيه جديده. يعني مجهزه اغنيه؟ يعني ايه احساسك والنادي الاهلي والزمالك اول مره في النهائي الافريقي؟ يعني ايه احساسك لو النادي الاهلي فاز؟ ده برضه حدث تاريخي. احنا على طول بنفوز. استنى، بتقول لك مجهزه اغنيه للنادي الاهلي لو فاز؟ مجهزه اغنيه للنادي الزمالك؟ لا طبعا. لا لا استنى، احنا لسه بنقول خلينا بنروح الرياضيه. ما انا بقول لك، ما انا هو عندي، عشان عندي روح رياضيه. نضغط على انا عامله اغنيه. سامعينكم ليه بسرعه؟ يلا. مع ان انا ضد الاهلاويه. لا لا يعني. ما انت هتتفاجئ دلوقتي. يا لالي يا عيني يا لالي، زمالك اهلي الكاس ده البلدي. يا لالي يا عيني يا لالي، زمالك اهلي الكاس ده البلدي. مهما قابلنا كتير مصر هتبقى بخير، مهما قابلنا كتير مصر هتبقى بخير. يا صغير يا كبير حافظوا عليها تملي. يا لالي يا عيني يا لالي، مصر هتفضل
حرة تماما. الله الله الله، دي جاهزة دي جاهزة. الأهلي هيكسب يعني، هيكسب يعني. بحييكوا والله. ميرنا، أنت توقعك إيه للمباراة بكرة، وإيه توقعك لتشكيل نادي الزمالك؟ ولا هينزل مهاجم ولا مدافع؟ الماتش بكرة الغيابات بتاعت نادي الزمالك أثرت كتير. هو كله بيقول ليه كده، النادي الأهلي برضه ليه. ما احنا يعني عندنا ثلاثة أسئلة يعني. صلاح جمعة، كابتن وليد سليمان بينزل. وليد سليمان رخم في ماتشات اللي زي ماتشات الزمالك وكده، بس برضه ما فيش تأثير جامد. لكن هتبص نادي الزمالك هو دايما رخم فنيا، رخم فنيا. هو دايما كده، دايما جمهور نادي الزمالك قبل اي مباراه لازم يعلق الشماعه على اي حد. لا طبعا لا، انت دلوقتي عشان انا بتغلب. انت عندك اثنين في خط الظهر بتاع الزمالك، عبد الله جمعه وعندك الونش. النادي الاهلي بيلعب مركز اساسيه. النادي الاهلي بيلعب ايمن اشرف. ايمن اشرف هو اصلا كده. ايمن اشرف هو اصلا مش مركزه وبيلعب، يعني النادي الاهلي مش بيلعب. تمام ماشي، ما احنا ما قلناش حاجه، احنا قلنا دي غيابات. لكن رجاله الزمالك كلهم رجاله، يعني اسلام جابر بكره هينزل وهيبقى مكان عبد الله جمعه. توقعك لتشكيل نادي الزمالك سريع، يعني توقعك لتشكيل نادي الزمالك هيبقى ابو جبل، ضم محمود علاء وعبد الغني، عندي حازم امام، اسلام جابر في نص الساسي، وطارق حامد جنبه زيزو. تمام، قدامه أنجم، بن شرقي، مصطفى محمد. هننزل مهاجمين ولا مدافعين؟ لا معروف باتشيكو مدافع. طبعا عشان هيحرق لنا دمنا. طبعا عشان هتتغلب. يعني هيتحرق دمنا دايما بالدفاع. لا مش هيحرق لنا دمنا، هو احنا هنجيب جون وهندافع بعدها. تمام ان شاء الله باذن الله. ايه توقعك لتشكيل النادي الاهلي؟ تشكيل النادي الاهلي ونتيجه المباراه سريعا. مروان قفشه والشحات اجاي، السوليه وحمدي فتحي، هاني وياسر ابراهيم، وايمن اشرف ومعلول وشناوي. تمام تمام. اتوقعك نتيجه المباراه؟ هي الماتش ده ملوش توقعات، بس انا اتوقع ان المباراه توصل لضربات الجزاء. هيبقى في تعصب؟ شو... الخوف الخوف. لا الخوف مش دايما... الخوف لا، هيكسبوا عشان تعصب، ولا كلنا في الاول وفي الاخر اخوات واصدقاء وحبايب؟ لا باذن الله. انا هو الاهلي او الزمالك، هل مشجعات الاهلي دي حد من بلد تانية؟ مش هي في الاخر كده اخوات واصحاب؟ طبعا في ناس موجودين عائلات في البيوت، ما فيهاش حاجه. لو تحفيل على الخفيف كده على الخفيف، ولكن بعيدا عن الاحتقان والالفاظ الخارجه، صح ولا كلام غلط؟ صح طبعا. توقعك ايه مهل نتيجه المباراه ان شاء الله؟ 5-0 طبعا. شوفي الاهلاويه مش ضربات جزاء. لا احنا قلبنا جامد. طيب تمام، انا قلبي جامد، بس انا بقول الماتش ده ملوش توقعات. اه فتقريبا هيوصل عشان لما تكسبوا تقولي انا كنت متوقع ان هو كان ضربات جزاء. لا احنا كسبانين اخر ماتشين الحمد لله. بالتوفيق هم على طول توقعهم. طبعا احنا بنهزر طبعا، ده في الاول في الاخر دي رياضه، وان شاء الله بالتوفيق للنادين ان شاء الله. ونتمنى ان اللقاء يطلع بشكل مشرف. بنشكركم شكرا جزيلا. قبل ما نختم بس عايزه بس اقول بس احنا عندنا لعيبه كتير اتصابوا، فبس عايزين ايه نتمنى لهم الشفاء طبعا. ان شاء الله طبعا. لعيبه زملكاويين واهلاويين، وانا عشان تعرفوا برضو ان انا ايه مش متعصبه يعني. بطلب من الجمهور ان هو بلاش، ده نهائي مصري ما حصلش قبل كده ومش هيحصل تاني تقريبا، او هيحصل بس مش ان شاء الله يتكرر تاني باذن الله. بس انا قصدي انه ما حصلش قبل كده، يا ريت يعني بلاش تعصب. كده كده النهائي مصري، خرجنا الوداد وخرجنا الرجاء. صحيح صحيح. سواء الزمالك او الاهلي هو المصري في الاخر. بنتمنى في الاخر ان المباراه تطلع بالشكل اللي يليق بمصر، وان كلنا نكون بالشكل اللائق، وكلنا نحافظ على بعض، وكلنا نحب بعض ان شاء الله. معانا فقره تانية، مشجعين من نادي الاهلي ونادي الزمالك. هنطلع فاصل ونرجع لحضراتكم مره تانية.